الله الله على ريحة الكيكة بتاعتك يا جوجو، أحلى كيكة دقتها في حياتي. آه طبعاً، أمال إيه؟ عارفة سمير بقى يقول لي دايماً تسلم إيديكي يا نور عيني، أحلى كيكة باكلها باكلها من إيدك أنت يا جوجي. استغفر الله العظيم يا رب، أنا مش فاهمة آخرة الكدب ده إيه؟ أحلى كيكة إزاي وأنت بتمرقعها؟ ده أنا شم ريحة شربات مكمكمة. والله ما أنت واكلاها. أوعي تديها ولا حتة. لا خلاص، هاخد بس الحتة المحروقة اللي على الطرف دي. اللي تحت خالص، أنا عارفاها دي. حلو برضه. سيبوكوا بقى من الكلام ده ونتكلم في موضوع مهم قوي. بكره كل واحده فيكم هتجيب ايه لجوزها في الفالنتاين؟ ايه ده، في ايه؟ ايه الصحراء الجرداء اللي انا قاعده فيها دي؟ ما بتنطقوش ليه؟ مين اللي يجيب لمين يا حبيبتي؟ الفالنتاين ده اتعمل عشان الرجاله تجيب للستات. ومن هما بيتعبوا لمين يعني؟ يا اختي ويا ريتهم بيجيبوا لنا حاجه عدله، ده انا اخر مره اللي ينزغت في قلبه شعبان جاب لي فيها هديه كانت من 4 سنين، جاب لي اساسه بارفان، انما ايه بصي مش قادره اقول لك، بس كان عينه بقى فيها، اول ما فشت فشه كده وفشه كده راحت وقعت اتدشت كده. فشه كده وفشه كده، دي اكيد كانت هاند ميد. هاند ميد ايه يا حبيبتي؟ ده كان صارف ومكلم، نزل عند الكوبري بتاع ارض اللواء كده جابها من الراجل اللي قاعد على الفرش. نار اسود، جاب لك بارفان من ارض اللواء؟ ما هو القر ده بقى اللي خلاه ما جاب مش من ساعتها حاجة تاني. أسفة حبيبتي حسدتك، معلش. وانت يا جوجو جابلك ايه؟ شوف يا ستي، أنا سنة 89. 89؟ لا حول ولا. يوم رفع العلم على طابة جابلي هدية. دي فاكرة التاريخ كويس قوي. جابلك ايه بقى؟ جابلي دبدوب ماسك في ايده على مصر. الوطنية مهمة برضو، حلوة قوي. هو 89 كان في دباديب اصلا اخترعوه؟ طبعا طول عمرهم موجودين. ده كان عز لعلمك. بس واحده جاب لها دبدوب والثانيه جاب لها برفيون. ايه الرجاله التقليديه دي؟ تقليديه؟ طب قولي ان انت يا اختي يا قلت فاشن، انت بقى جاب لك ان شاء الله. ايه يا علي، مش ممكن، بقالك ساعه يا حبيبي مذنبني عشان تقول لي جايب لي هديه. ايه ما هو مش ممكن، مش ممكن يعني تبقى جايب لي عربيه مثلا مخبيها ورا ظهرك. لا عربيه ايه، هو انا راجل تقليدي؟ انا بتاع الجديد كله. ماشي يا بتاع الجديد كله، يلا بقى وريني جبت لي ايه للفالنتاين. تا 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 اندش، تا 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 دبدوب. هي دي المفاجاه؟ مفاجاه محدش يتوقعها. هو من حيث محدش يتوقعها، محدش يتوقعها خالص. طب هات بقى لحسن يرجع. هات حبيبي يا امور، ابيضي جميله دبدوب. ميرسي ميرسي قوي يا لولو، انتي جميله دبدوب، انتي الحلوه الحلوه. فكرتيني بالدبدوب. جابلك دبدوب؟ اكيد في ايده علم. لا كان من غير علم بصراحه. ايوه اضحكوا اضحكوا اتريقوا. احنا لو كان اي واحده فينا متجوزه واحد رومانسي كانت تدخل بيتها تلاقيه الريسبشن كله ورد في ورد، اوضتها كلها ورد في ورد، حمامها كله ورد في ورد. بس هنعمل ايه، خيبتنا بالويبه. ايه يا اختي كمية الورد اللي هيشفط الاكسجين ده؟ ايه كل ده ورد؟ احنا داخلين مشتل. انا يا حبيبتي نفسي شعبان بدل ما يصرف فلوسه على الورد والهبل ده يروح يجيب لي كده كيلو كباب وكفته ارم بيهم عظمي. مش لما يبقى فيك عظم اساسا يا حبيبتي؟ بقى الورد هبل، انت همك دايما على كرشك كده، انما انت لو طولتي قلبك هتقطعيه حتت وتحمريه وتحطيه في ساندوتش وتاكليه. ده بيبقى تحفه بالبصل والله. شفتي يا مال البوست ده؟ بوستين مكتوب انك انت لو عايز تعمل مشروع وتاخد منه فلوس كتيرة اشتري من عندنا بسعر الجملة. يعني ايه يا بوبي سعر الجملة؟ سعر الجملة يعني تشتري بكتير قوي وتدفع كتير قوي مع ان اللي هتدفعه مش كتير قوي. فهمتوا حاجة؟ لا مش مهم، المهم ان انا فاهم. قول لي يا سولي، هما كاتبين اقل سعر ممكن تشتري بيه كام؟ لا يا بوبي، هما كاتبين انك تقدر تشتري بالسعر اللي تقدر عليه. وتحت البوست ده في كومنتات، الناس بيقولوا ان احنا ممكن بمشروع الورد ده قبل الفالنتاين بياخدوا فلوس كتيره قوي. ايوه يا بوبي، لان معظم الحبيبه بيشتروا ورد في اليوم ده. يا اختي حلوه حبيبه، نبقى نشوف الموضوع ده بعدين. طب مش كاتبين ممكن تكسب بالمشروع ده كام؟ في واحد كاتب ان انا عملت الموضوع ده كسب اكتر من 30,000 جنيه يا بوبي في اليوم. 30,000 جنيه مره واحده؟
يبقى الواحد لازم يطلع تحويشة العمر. تحويشة العمر؟ ايوه، دي احنا كنا فاكرينك اغنى من كده يا بابي. عشان اعمل مشروع الورد ده يا حبايبي. سولي اديني النمرة بتاعته. خلاص ثانية واحدة، اكتب 012. نعم اخويا. 012. احلى كاسين لاحلى عصفورتين. شفتي قد ايه باين علينا؟ شفت. ميسونتي، هما كام صباع دول يا حبيبتي؟ والله ما فكرت عدهم قبل كده. سيبيهم ببركتهم. بصي جبتلك ايه؟ الورده دي عربون الفالنتاين. والتانيه؟ لا دي ادهاني هديه فاخدتها وخلاص. ميسونتي، بكره الفالنتاين هجيب لك بوكيه مليان ورد. انا ما كنتش فاكره انك بتحبني قوي كده. انا بحبك قوي يا ميسونتي قوي. اقول لك على حاجه، انا المفروض ما اجيبلكيش بوكيه، انا المفروض اجيب لك شجره. ايه؟ انا المفروض اجيب لك جنينه بحالها يا ميسونتي. واو، ونسميها جنينه ميسون وشركاه. ايه قصدي وشريف. وشريف. ميسونتي انت هنيك فيها حاجه غريبه قوي. انت معمصه ليه كده يا حبيبتي؟ عايزه تنامي؟ نعم. ما اقصدش يا حبيبتي، قصدي ان انا بحبك حتى وانت معمصه. وشعرك نقطه ضعف اي واحده. مال مليان قشر، بس انا بحبه بقشره. فكرتيني بمنالوتا، كانت دايما برضه تقولي قشرتك هي احلى حاجه فيك. حطوها هنا. شاكرين قوي يا رجاله. ان شاء الله خلص الطلبيه ديت ونكلمكم تجيبوا طلبيه جديده. ان شاء الله يا باشا، واحنا تحت امرك. مع السلامه. أهم حاجة في المشروع الناجح التسويق، يبقى لازم أطبع كروت وأوزعها على العمارات اللي حوالينا كلها. يا خارجة من باب الحمام وكل. إيه ده؟ فاتحين البلكونة ليه؟ إيه ده؟ يا للهول، ورد في بيتي، ورد وبلدي. الله، هقولها علي طلع من الرجاله الرومانسيه اللي بيشتري ورد في الفالنتاين. وايه الورد ده كله؟ ده كلف نفسه جامد. اه وبشوكو. الله يا علي. الله، معقول يا حبيبي كنت ظلمك؟ معقوله حبيبي يا لولو؟ الله الله، هقضي احلى يوم فالنتاين عدى عليا. اروح اخد شاور بقى عشان اسهر معاه. رشوا كولونيا عشان كوريا. كده وزعنا كل الكروت، ناقص الزباين بقى. يا مسهل، مساء الخير. امور يا فندم. انا جارتكم ساكنه في العماره اللي جنبكم، دوله الندورجي. الندورجي ده اسم والد حضرتك؟ بابي. انا كنت سمعت ان هنا في محل ورد. لا هو مش محل ورد، هو مشروع محل ورد. اتفضلي يا فندم في البلكونه. لا هو انا لسه هتضيف. لا حضرتك فهماني غلط، اصل احنا حاطين الورد في البلكونه، لو حطينا الورد جوه الشقه هيسحب الاكسجين كله وممكن نموت والمشروع يفشل. اتفضلي في البلكونه ساعتك. اوكي. اتفضلي يا بركان. اتفضلي اتفضلي يا فندم. اتفضلي اتفضلي يا فندم. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا عندي كل الانواع يا دولة هانم، يا ريت تقولي لي على ذوق جوز حضرتك وانا اختار لك المناسب. لا هو مش لجوزي. اخس. ويا ترى بتحبيه هو اكتر ولا بتحبي جوز حضرتك اكتر؟ لا طبعا هو. ست
طب ناقصة قوي. هو اللي بيملي عليا وحدتي عشان للأسف جوزي على طول مش موجود بسبب شغل. ما دي مشكلة الستات اللي بيهملوهم جوازاتهم ويسافروا. عندك حق، لو كان موجود عمري ما كنت أفكر في حد غيره ولا كان قلبي اتعلق بحد تاني. طب يا فندم ما تتطلقي من جوزك وتتجوزي اللي بتحبيه وخلاص، يبقى احسن يعني. انت مجنون؟ عايز نتجوز كلب؟ كلب اكيد كلب، النوعيه اللي تعرف ستات متجوزه يبقى اكيد كلاب. بس هو بصراحه مش اي كلب، ده كلب اصيل غير كل الكلاب. لا انا بالنسبه لي انا بقى كلب وابن كلب، وخلي بالك لو جوزك عرف انك انت تعرفي واحد غيره ممكن يقتلك. ما هو عارف ده، حتى لما بيخش عليا وهو نايم جنبي ما بيقدرش يزعجه وبيخش ينام في الاوضه التانيه. جوزك بيخش عليكي وانت نايمه جنب واحد تاني وما بيرضاش يزعجه؟ واحد تاني ايه؟ ده تايجر الكلب بتاعي. حضرتك جايه تجيبي ورد في الفالنتاين للكلب بتاعك؟ ايوه، هخليه نايم واجيب له بوكيه ورد واقربه من مناخيره واقول له هابي فالنتاين. تقربي من مناخيره هابي فالنتاين؟ خيانه! غمض! بتخني عليك؟ ومع مين؟ مع المؤسسه دي؟ انجي انت دخلتي غلط. كمان عايزني استاذن قبل ما ادخل، وانا اللي كنت فاكراك جايب لي كل الورد ده عشان الفالنتاين، اتاريك جايبه للبتاعه دي؟ الاخت دولت اخت وجاره عزيزه وجايه تجيب ورد لتايجر الكلب بتاعها عشان الفالنتاين. يا سلام هبل انا، عايز تقنعني انها جايه تجيب تايجر للورد بتاعها؟ ايه هبل انا؟ لا لا ما تفهميش غلط، الاستاذ علي هيعمل لي بوكيه من غير ما تلمسي لو سمحتي كبير لتايجر وهديهوله في الفالنتاين، بس يا رب يعجبه. دي شكلها يا علي هتجيب ورد لتايجر بجد. طيب ممكن يا لولو تعملي انا كمان بوكيه ورد كبير زي بتاع تايجر؟ يا هتيجي ايه في حلاوه تايجر وجمال تايجر ولبس تايجر؟ شوف بقى سمير، انا عايزك تقف جنبي في مشروع الورد اللي انا بعمله ده. ها، عايزك تعمل لي دعايه عند الزباين اللي عندك، وكل لما تبعت لي زبونه هديك بوكيه ورد تديه الرجاء. ورد الرجاء؟ الرجاء دي عايزه بازوكه في وشها. لا خليهم بازوكتين عشان اقول ليا مراتي دي اخلص منها. المهم تساعدني في المشروع ده. ايوه بس كده انا هاخد حقي ناشف. طبعا على كل زبونه هتجيبها هديك كوميشن محترم. ايوه بس ازاي اقول لهم يشتروا ورد يعني؟ قول لهم انك انت بتعالج بالورد. اه بس كده بقى الكوميشن بتاعي عالي ولازم يبقى حلو. ها جربه مش هتندم. ورد الورد جميل جميل الورد، قولوا حاجات اطلع له حاجات. اها عشان كده انا فهمت. طيب هما ازاي جابوا له الورد بالسرعه دي؟ ما احنا يا مامي ادينا له الرقم وهو كلم الراجل. الرقم. طيب هو انا ممكن اطلب منكم يا حبايب مامي طلب صغنطوط قد كده اهو؟ قد كده اهو؟ قد كده اهو، يعني ممكن تدوني انا كمان الرقم ده؟ يوه بقى يا مامي دي شغلانه، لسه افتح الفيسبوك واعمل سيرش؟ لا لا مش قادر. سلسلتي سلامونتي سلسولي يا حياه مامي. ماشي يا ماميتا يا ماموتا متوتا. يلا بقى يا مامي، ما انت لازم برضو تفتحي مخك معانا شويه. ايه افتح مخي دي؟ شخشخي بقى يا مامي يعني عشان تعديها. شخشخي؟ هي حصلت تقولي شخشخي؟ هي وصلت للشخشخه؟ فيها ايه يا مامي؟ ما بابي كمان شخشخ. يا بابي كمان شخشخ؟ شخشخ. ايوه مامي كلنا دلوقتي بقينا بنشخشخ، حتى يا مامي كيلو اللحمه بقى 140 جنيه، لازم نشخشخ كلنا عشان نساعد بعض. هو فعلا ما يصحش. ايه المراحيض العموميه دي؟ طيب بقول لك ايه يا سولي، مش عارفه حاسه ان انا قاعده مع خالتي ام ابراهيم اللتاته على الدكه. ممكن من فضلك لما تفتح وتعمل سيرش كده تديني الرقم ده؟ ها وليكوا عندي بقى هشخشخ لكم شخشخه ما حصلتش. اديني يا ماما اديني. مفيش زباين سالت عليا؟ لا يا بابي، بس انا عملت لك دعايه على الفيسبوك على جروب بالحب اتجمعنا. شخشخ بقى يا بابي. حاضر هقوم افتح. لا استني لاكون زباين وهطفشيهم. طفشهم يا علي. ماشي ماشي يا علي. شخشخ يا ماما هشخشخ.
بسم الله ما شاء الله. ايه الورد الجميل ده يا علي؟ بس برضو كده تجيب الورد ده كله ما تعملش حساب عمك في شويه. يا عمي انا جايب الورد ده مصلحه سبوبه عشان اكسب من وراها. وماله يا علي؟ ما انا برضه هشتري منك وتعمل سبوبه وتكسب مصلحه. طالما هتشتري مني وتعمل لي مصلحه خلاص نقي اللي انت عايزه. بص بقى يا حلو، عايزك توضب لي بوكي ورد احمر كده على ذوقك. احمر وعلى ذوقي؟ ده لمين يا نمس؟ اوه يا علي بقى انت مالك علي لمين ولا مش لمين؟ هتعمل بوكي احمر ولا روح اشتري من حد تاني؟ لا وعلى ايه؟ وعلى ايه اختار اللي انت عايزه؟ استنى استنى. ايه رايك في البوكي ده؟ الجميل ده يا احمد. كل سنه وانت طيبه. النهارده عيد الفالنتاين. هابي فالنتاين دي. بقى انت شال الورد مني عشان تديه لامي. ما تفهمنيش غلط يا علي، انا كنت جايه لك، وبعدين فجاه وانا نازله لقيته واقف قدامي وماسك الورد ده وبيديهولي وبيستغل ضعفي ان انا من بعد المرحوم ابوك ما مات ما حدش اداني حتى ورده بلاستيك يا حبيبي. اه يا ندله استغل ضعفك، امشي اطلعي شحيتك فوق، حسابنا بعدين. حاضر يا بابا حاضر. يا عمي ما تفهمنيش غلط، مش معنى يعني ان انا بدي امك ورد احمر في عيد الفلنطين يعني ان لا سمح الله بيني وبينها حاجه وحشه. امال ده تسمي ايه؟ لا يا علي يا ابني ده محبه. انا عايش شويه من المحبه دي بقى. ايه ده انت هتاخد الورد مني يا علي؟ اه. طب والفلوس اللي انا دفعتها؟ محبه. منور يا شريف. دنواك يا دكتور. في صوت طلع كده. انا يا دكتور دي ميسونتي خطيبتي اللي حكيت لك عنها. جبتها منين؟ السوق السوداء. دكتور بعد اذنك دكتور هزعل. شفت بقى شفت بس ما تلعبش بحاجه الحاجات دي اصلا تتمس من الهوا كده تعمل مشكله. مش قصده. ايه ما احنا مصدقنا خلصنا من مراتك الاغنيه شبه البوكسر دي، كانت الواحد الصبح بوشها الصبح اللي بيوم منين تروح جايب الجراده دي، احنا ناقصين. دكتور قصدك ان منال كانت وحشه؟ سيبك من منالوتا خالص. بص دي اموره ازاي والنبي لا تبص لها. بص ايوه ابعت لها قصريه زي اللي فوق راسها دي تلبسها لها انت كمان. ودي ناوي تخلف منها ان شاء الله؟ والله اللي يجيبه ربنا كويس كله رزق. طيب يلا ربنا ياخدكم، قصدي ربنا يوفقكم. انا لازم اقوم اشتري ورد عشان علي عايز ورد. اتفضل. واسيبكم اوعوا تلعبوا في حاجه. لا خالص. لو حبلت وعايز تولدها ما تجيش عندي. حاضر. انا عارف دكتور كلاب رهيب هيولدكم انتوا الاثنين. هي بس تحمل وانا هتكفل بكل حاجه بقى بعد كده. نورت يا جميل مشروعي الصغير. ربنا يخليك يا علي. بسم الله ما شاء الله ده الجمال ده بصراحه ده مشروع هايل ويجنن. بص بقى يا علي انا عايزك تنقي لي حاجه كده جميله على ذوقك. هو التغريبه جميل ده انت صاحب مكان. ايه رايك في البوكيه ده؟ لا يا علي لا 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 انا ماليش راي في الحاجات دي خالص، الراي راي مراتي. اه صحيح نسيت انك هتل. بتقول حاجه يا علي؟ لا ابدا بقول المدام اللي تؤمر بيه. هو انا ليا راي بعد رايك يا جوجو؟ ما هو لازم حد فيكم يختار عشان نخلص. يا سوسو بصي اصل يا علي الزهور دي زي الستات لكل لون معنى ومغنى، انما انا ما عنديش غير لون واحد لون اعتصام مراتي. عصام؟ اعتصام مين يا علي؟ اعتصام اعتصام مراتك. طيب انا تحت امر المدام والله. طيب ايه رايك في النوع ده؟ ايه العرب ده يا علي؟ وريني كده يعني. يا ست هم رشينه مجاري ولا ايه؟ طب معلش يا جميل بص كده على النوع ده. يو انيل وادل. ابعد يا علي ابعد. في ايه؟ انجي انت بتعملي ايه؟ اصل انا كان في نمله كبيره قوي معديه من هنا فقلت ارشها بالمبيد ده. ازيك يا استاذ جميل منورنا والله. ازيك يا استاذ عصام؟ اعتصام انت اعتصام.
زي القمر ما شاء الله، اسم مش على مسمى خالص. لا الله يخليك. ذوقك حلو قوي يا استاذ جميل. اهلا وسهلا. ازيك يا مدام؟ يا بختك بالاستاذ علي، جايب لك مشتل ورد في البيت. يا سلام، هو ده اللي عجبك؟ ايه ايه اعتصام، انا بجيب لك كل حاجه يا ماما. انا عارفه حبيبي. وريني البتاع اللي في ايدك ده. حسابك معايا بعدين يا انجي. ماشي يا علي، طالما حسابنا مع بعض بعدين. اهو 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 اهو. المشروع مفيش فايده، المشروع مفيش فايده. بس علي وديكسان علي وانجي ما يجتمعوش في مكان. يلا بينا يلا بينا. ايه في 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 ايه ده؟ يلا يلا بينا. استنى يا جميل، انا اسف على اللي حصل ده حبيبي. انا مش قابل لك اي اسف. مش بص مش هقبل لك اسف الا اذا المدام قبلت اسف. قبل اسف شوف. لا لا حسبنا بكره مع بعض. ابعد عنوش. ابعد. يلا يا ماما. يا جميل ما يصحش كده. طب ما شربتش حاجه طيب؟ انا شربت بلا. ايه ده؟ ميسون وشريف مع بعض؟ بتعملوا ايه هنا؟ انا جيت اشتري ورد يا عمي عشان خاطر العليه. النهارده الفالنتاين. فالنتاين وعمي؟ بقول لك ايه؟ ايه اللي خرجك مع شريف من غير ما تقولي لي؟ ما انا بصراحه خفت اقول لك لحسن ترفض. يرفض ايه بس؟ ده انت لو قلت له رايحه مع شريف البيت هيوافق عادي. انت تخرس خالص، اخرس. بقول لكم ايه؟ اوعى تشتري ورد من هنا، الورد اللي هنا معفن. جراها جميل، انت هتقطع عليا ولا ايه؟ ولا اسمي الاستاذ جميل. ان ما وريتك حسابنا بكره. اتكل على الله. يلا. اتفضل يا شريف بيه، اتفضل، انا تحت امرك. قبل ما اتفضل. ايوه. اتفضل انت الورقه دي. ايه دي يا حبيبي؟ ده دكتور سمير بعتها لك عشان تتوصى بينا وما تزودش علينا السعر. ابن النصح طول عمرك ناصح يا روح بابا. تعال يا حبيبي اتفضل 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 لسعادة البيت. يلا يا ميسونتي. اتفضل. من هنا. ايوه. الو. ايوه صباح الخير. هو حضراتكم بتوع افتح مشروعك من بيتك؟ طب هايل. من فضلك انا كنت عايزه افتح مشروع الورد زي علي جوزي. هو سحب من عندكم ورد كتير جدا. ممكن بعد اذنك تعملي بقى تخفيض وسعر مخصوص وكده؟ ايه الورد غالي؟ النهارده الفالنتاين والسحب كتير. سحب كتير فعلا قوي. طيب اوكي مفيش مشكله. انا موافقه. طيب ممكن بسرعه تبعت لي الحاجه من فضلك؟ تاخد العنوان؟ عندك. صح صح. شكرا شكرا، في انتظاركم. حط الورد كله او مغلوا عليا. شدوا حيلكم. الله ينور. لو سمحتي ما تخليش وردك الدبلان يلبس الورد بتاعي. يا سلام، وردي انا دبلان؟ ده قصر دالي ازعر. ازعر؟ انا ازعر؟ ايوه. طويل وازعر، طويل وازعر، بيت انعر، بيت انعر، اخد وردي، اخد وردي. ما تكلمي يا وليه، في ناس واقفه. خلاص نسيت. خلاص بقى يعني سيبني احسبهم عشان يمشوا. متشكره قوي يا شباب، شكرا، تسلم ايديكم. احنا تحت امرك يا مدام. الله يخليك. متشكره قوي. هو بيقول ايه؟ لا ده بيقول لك متشكرين يا بس خلاص ما تكملش. خلاص شكرا شكرا، مع السلامه. اتفضل. جبت لنا الكلام قدام. ثم انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ طويل وزهر، طويل وزهر. جدي كتكوتة يا ناس. اسم الله عليها. لا واثقة قوي من نفسها. يومنا نادي إن شاء الله. يا سلام على الناس المستحماية. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا جماعه. عايزه ايه يا حبيبتي؟ عايزه ورده لبابي ومامي علشان البلد تعيط. يا حبيبتي وانت عايزه ايه؟ عايزه ورده لبابا وورده لماما. يا حبايبي خدوا وردتين اهو. يلا مش عايز منكم حاجه. يا سلام. باي باي. شوف العيال، ده انا مخلف عيال رمه. ايوه بس انت هتشتري الورد ده لمين يا سامح؟ انت مش مرتبط. هو يعني علي لازم الواحد يكون مرتبط عشان يشتري ورد يوم الفالنتاين؟
امال ايه؟ ممكن تدي الورد لاي حد بتحبه، ان شاء الله واحد صاحبك. صاحبك؟ انت كده هتخليني اشك فيك يا سامح. لا يا علي ما تفهمنيش صح، انا هشتري الورد لامي. لامك؟ مش غريبه دي؟ ابدا، انا اروح اشتري الورد واروح ابوس ايديها واقول لها كل سنه وانتي طيبه يا مامتي وبعودة ليا. والله اصيل يا سامح. وبعد كده بقى انا عارف انا عملت كده ليه؟ علشان اخد منها فلوس سلف زي ما انا عايز. صدق انت واطي يالا. ميرسي يا علي. اه يا علي الشغلانه دي متعبه قوي بس مربحه قوي قوي. اه بصراحه انا كنتش اتخيل ان انا اكسب الفلوس دي كلها في يوم واحد. ده اللي انا كسبته قد مرتب ست شهور من اللي انا باخده في الجورنال. بقول لك ايه يا علي؟ انا عندي فكره، احنا نحط ايدينا في ايدين بعض وفلوسنا على فلوس بعض ونكبر مشروعنا ونحط وردنا على بعض ويبقى زيتنا في دقيقنا. بس بشرط. قول يا علي. ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض وفلوسنا على فلوس بعض ونكبر مشروعنا ونحط وردنا على ورد بعض ويبقى زيتنا في دقيقنا. في ايه يا علي؟ ما هو ده اللي انا قلته بالظبط. قلت ايه انت زياده؟ مفيش يا حبيبتي بجود بس. لعلمك بقى يا علي انا زعلانه منك قوي. ليه يا حبيبتي؟ علشان عدى الفالنتاين وانت نسيت تجيب لي ورد. ورد؟ ورد ايه يا حبيبتي؟ الورد ده بنشتغل بيه الناس، انا مش عاملك زيهم. انا هجيب لك صبار، عارفه ليه؟ ليه؟ عشان الصبار ده بيعيش زي حبي ليكي ما هو عايش بالظبط. قلبي صدقتك يا علي. تبقى صبرني يا رب. شاكرين يا رجاله، تعبناكم معانا يا هانم. ده انتوا تمرونا. اه هو بيقول ايه؟ لا هو بيقول لا ثانيه واحده بس. هو بيقول ربنا يرزقك بزباين بالهبل ويكرمك في بيتك وعيالك وجوزك وشغلك. يا سلام، قال كل ده في هاندي؟ لا ده انا نسيت الباقي كمان. ما شاء الله عليك يا علي، انت خريج انيس عبيد، انت مترجم؟ الدنيا علمتني. متشكرين يا رجاله. آه يعني شكرا جزيلا. الساعة بقت 12 يا انجي ومفيش زبون واحد دخل علينا، احنا كده هنخسر كل فلوسنا. ايه يا علي؟ تفتكر اتحسدنا ولا ايه؟ مش عارف، ده احنا امبارح ما كناش ملحقين على الزباين. ايوه صح، بس تفتكر عشان امبارح كان الفالنتاين؟ هو الناس يعني ما بيشتروش ورد الا في الفالنتاين وبس. لا يا حبيبي طبعا، لا ازاي؟ لا بيشتروا ورد في مناسبات كتير يعني، وهما داخلين دنيا مثلا في الفرح بتاعهم. يزوقوا بيه الكوشة، يحطوه على العربية، الجرب اللي بيبقى في ايد العروسة، كل ده ورد. اه وكمان هما خارجين من الدنيا، يعني هما رايحين على القرافة بيشتروا ورد برضه. طب هما داخلين من الدنيا وهما خارجين من الدنيا، في المشوار اللي في النص ده ما بيشتروش ورد؟ أنا مش فاهم ليه ما بيشتروش ورد طول السنة؟ ده أسعد حاجة في الدنيا تخلي الست تفرح إن جوزها يبقى داخل عليها ببوكيه ورد. يا سلام. ما تقول لنفسك يا أخويا، ما تقول لنفسك. يا علي ده انت اخر مره جبت لي ورد كان من 10 سنين. ايوه من 10 سنين. خلاص يا حبيبتي انا هصالحك، هعوضك عن ال10 سنين دول واديك الورد اللي في البلكونه كله. بجد يا علي؟ بجد يعني هتديني الورد اللي جوه ده كله؟ ايوه. طيب ايدك بقى على الفلوس عشان انا شاريه نص الورد اللي جوه ده. صبرني يا رب.